يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ هذا كلام عظيم جدا، بكلاب الشهوات وصورها. ولهذا ينبغي في 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 هذا الموطن أن يتأمل خاصة الشباب والشابات الذين ابتلوا الآن بالجوالات والنظر في الصور المزرية الفاتنة الممرضة للقلوب المليئة بإثارة الشهوات. إذا أدمن النظر في تلك الصور، وبعضهم ربما يسهر عليها ليلا، كيف يريد مع هذا النظر أن يدخل إلى قلبه حلاوة المعرفة لله والذوق لمحبته والأنس بطاعته والقرب منه سبحانه؟ أرأيت الآن لو أن شخصا معه كأس، فيها كأس مملوء بأشياء ملوثة، ثم صب فيه ماء صافيا نقيا، وأراد أن يبقى الماء على صفائه وقد صبه في هذا الماء الملوث، أيمكن؟ ولهذا أهل العلم يقولون: التخلية قبل التحلية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. التطهير هذا تخلية، والتزكية تحلية، وقدم التخلية قبل التحلية. ولهذا ينبغي على من يريد أن يعمر قلبه بالأنس بالله ومحبته وذوق حلاوة الإيمان وطعمه، أن يتجنب هذه الأشياء التي تملأ القلوب بما وصف شيخ الإسلام كلاب الشهوات وصورها، تملأ القلوب بهذه فتكون مانعة. الكلب والصورة تمنع دخول الملائكة للبيت، وهذه الصور التي يشاهدها الإنسان وتملأ قلبه بتلك المناظر، كيف يعني يريد أن يدخل إلى قلبه ذوق حلاوة الإيمان والأنس بالله ومحبته والتلذذ بطاعته والأنس بقربه سبحانه وتعالى؟ نعم.